السلام عليكم خوتي وحبابي وصحابي والمتابعين ديالي، مرحبا بكم كما العاده عند اطول رحيمو في قنيطره في بير رامي قريب من مسجد البدر. مرحبا بكم كما العاده وبصحه طوركم، مبروك العواشر، ما دخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. خوتي وحبابي بغيت نشارك معكم هاد بعض الامور اللي نوضحوها اكثر وتعرفوا كيفاش تواصلوا معنا وكيفاش تتعاملوا معنا ان شاء الله، وتعرفوا الجدول الزمني ديال العمل ديالنا ان شاء الله اللي هو نبداو به هو الاول، هو اللي هما لحد 100 لحد ما تنخدموش. بزاف الاخوات يتواصلوا معنا في التليفون ما تيجاوبوش الدراري، بحكم راك عارف الدراري خدامين على راسهم نهار السبت والحد كيبغيو يقضيو صوالحهم. ما يمكنش نلزموه انني يجاوب ولا نلزموه يستقبل الكليان، ولهذا كتعطيه كاين اللي كيمشي ما كيخدمش، كاين اللي كي الكراج تيتسد. دونك نهار الحد انا اخوان انا براسي عندي وليدات نخرجهم نهار الحد نتسالى شويه نشوفو مع الوليدات، يعني والله الحد ما تنخدموش. فجميع المتتبعين ديالي وصحابي والاخوان اللي تيبغيو يجيو يزوروني ولا يشوفوا السيارات اللي كاينه ولا هذا، على الاقل يعلموا يديروا بحساب الحد، راه ما تنخدموش الحد ان شاء الله الحد بلا ما ديروا بحسابو الخوت ما تنخدموش الحد. فبزاف ديال الناس يكونوا بحكم انا فاهم القضيه اللي صلى الله يحسن العون عاوتاني حتى هو خدام، يعني انا كنقدر المتتبعين ديالي الاغلبيه ديالهم خدامين حتى هما بشغلهم وكلهم ان شاء الله وموظفين ناس تبارك الله في كل واحد فين خدام. فتاني كيكون عنده على الحد تيبغي يجي نهار عاد يستغلو يقلب على السياره، فاسمح لي ما وفرتلكش هاد القضيه من الاخر والله العظيم، اسمح لي ما وفرتلكش لحد باش تشوف بحكم انت خدام. انت انا كنكون خدام السيمانه كامله، ما يمكنش نلزم الدراري نهار الحد يخدموا ويجيو يحلوا الكراج ولا هذا. وكاين بعض السيارات الحد تتعطى لشي واحد يخرج بها من الدراري يقضي بها صوالحو، وكاين شي بعض السيارة ما تتكونش نهار الحد. وانا شخصيا الحمد لله ما تنكونش عاوتاني نهار الحد ما تنكونش نهائيا. الله يجزيكم بخير، تقبلوا هذا الاعتذار وتقبلوا هذا الغياب ديال هذا النهار واحد والله العظيم. كاين شي مره تندي بلاصه فيه كاع غير مع دابا بحكم رمضان الحمد لله هذا الشهر المبارك، يعني تبقاو قراب فهمتي. بعض الاخوات يعيطوا لي الا كنت قريب تنجي تنجي، بعض المره ما تنكونش بعيد تنكون بعيد. فراه اطول رحيمه ما تيخدمش نهار الحد، الشخص مصطفى عاوتاني ما تيكونش نهار الحد. فتقبلوا معنا هذه القضيه الله يحفظكم، وتواصلوا معنا في الواتساب حتى الا ما جاوبش خلي ميساج ديالك في الواتساب حتى نجاوبك، يعني الاخ الكريم ما تكونش ان شاء الله ما يكونش روطار اكثر من ديال ساعه ساعتين كاع ديال، ويرجع لك الرد ديال الواتساب ان شاء الله على الميساج ديالك. فالمهم حنا دايرين جهدنا باش كنطوروا هذه الامور الخوت، حنا عاد بادين في هذا الشيء هذا التواصل وكذا وهذا وتنسق بحكم البيع والشراء، والحمد لله زاد اقبال وزاد بيع. دونك بزاف السيارات وليت كنجيبهم بالطلب، بزاف الاخوه مسجلهم عندي في البيرو والدراري مسجلين عاوتاني عندهم باش ها هما عندي اللي الطلبات اللي كاينين. يعني والله الا شي سياره تولي تمشي دابا تندي بلاصه على شي ناس كي تنشوفهم اكثر من شهر ومازال ما شرا السياره ديالو كيتسناني انا، وهذا كيشرفني والله كيشرفني زعما بصراحه كيشرفني وكيفرحني وتيشجعني. فشكرا شكرا بزاف، ولكن انا ندير مجهود باش نلقى لك السياره اللي بغيتي ان شاء الله. وحيت لا مشيت نقلب عليها في افيطو ونعيط لك ونشريها لك، هذاك السيد ما يخلي لي فين قشران. يعني بزاف د الاخوات يقول لي كاينه واحد السياره في افيطو اللي سير شوفها لي. لا الحبيب ديالي انا ما انا ماشي سمسار، اول حاجه راه ماشي سمسار انا الحمد لله، وهذا ماشي تقليل من شأن السمسارة حاشا، يعني كل واحد عنده خدمته. يعني انا ماشي وسيط، يعني الا كان شي وساطة بحكم شي صديق ولا هذا عنده شي سيارة بغا يبيعها بحكم تفاهمت انا وياه ولا هذا ممكن ندوزها له ونحطها له ونبيعها، ماشي ندوزها. يعني يجي واحد يطلبني لاقيهم ما فيها باس، ولكن الاساس ديال خدمتي انا هو عشاق، انا بيع سراي تنبغي المليح تنبغي الجوده تنشريها برزقي الحمد لله وتنعاود ندير فيها بركه ديالي وتنترزق فيها الله والحمد لله. هذا هو حياتنا وجاب الله التيسير بحكم هذا
التواصل معكم وهذه العلاقه اللي درناها معكم مباشره فهذا الحمد لله يعني بينات لي الامور يعني رغم انها ضغطاتني مع اولادي ومع عائلتي ومع هذا ومع الخدمه ما بقاش الوقت ولكن تنطلب غير شويه ديال المهله شويه ديال الاعتذار. مرحبا بكم كاملين ولكن صبروا عليا اخوتي انا خدام بوحدي فهاد الشيء ديال التصوير وفي البيع والشراء وفي اتخاذ القرار وانا اللي خصني نشوف بعيني ضروري وانا اللي غنخلص وانا اللي غنشري حتى الخلاص ما كنتخلص بعدا بالمناسبه اللي بغى يشري من عندي الدراري تيبيعوا له الحمد لله يعني علاش حيت انا ديجا شفت الطوموبيل خلصتها جبتها سجلت الاوراق ديالها وملكها هما الاوراق البزاطم ديال السيارات ها هما يعني احنا الحمد لله داكشي مضبوط عندنا ما كاينش مشكل ها هما الاوراق ديال الطوموبيلات ها لي كارت غريز ها هما كلهم يعني فهمت فالمهم ها هما الاوراق كاملين كاينين هنا فهذا الشيء كيمشي الاغلبيه كله في سميتي كاين اللي في سميت الدراري اللي خدامين معايا الحمد لله كاين الثقه فانت غتجي مرتاح عندي انا لا تشري من عندي واخا ما نكونش حاضر اللي هو اللي قدي معاك الغرض ها المقاطعة حدانا كلشي الحمد لله تعرفنا تكيليزي كدا هما يتخلصوا منك الدراري الثمن نقدر نعدلو معاك وتا هما يعدلو ان شاء الله الثمن اللي عاطيهم راه تي ديجا معدل حيت كتعطي واحد الامانة لواحد الدراري خدام معاك خاصك تعطيه الثمن ديال انت ما كاينش يعني خصو يبيع انا يعني ماشي عندي ربح يبقى يجي والكليان يرجع وهذا فهمت فخصو يبيع فاحنا كنديرو ثمن كاع لهاد المراعاة حنا كنديروها فهمت عاد عاوتاني الحمد لله الارشيف يعني ديال اللهم لك الحمد الارشيف ديال البيع والشراء راه كلشي الخوت مكتوب فهمت يعني الارشيف ولا هذا راه حنا الانسان كيتعامل مع شركه بصح ماشي فهمتي حتى السجل التجاري ديالنا راه معلق فهمتي ما عندناش مشكل هادو الارشيف هادو الكراطن والناس الامور اللي كنكتبو مع الناس بوحدهم عاوتاني الارشيف عاوتاني ديال السياره اللي كتباع ها هما الارشيف ديال السيارات اللي كيتباعوا كلهم ها هما هنا غتبقى عندنا كوبي تيبقى في عام الله حفظي حتى لا قدر الله ضاعت لك الكرطونه ولا وفات لك ولا دارت لك شي اشكاليه تتجي نعطيك كوبي من عندي انا يوم الارشيف ديالي عندي الارشيف ديال مولاها اللي شريت من عنده وعندي الارشيف ديال مولاها اللي بعث له فانا تعاملت مع جوج ناس في سياره واحده فهذوك جوج ناس كانوا نفس السياره عندي الارشيف ديالها من عند من شريتها ومن عند من بعتها وتنشكر بزاف الاخوه ومنهم الناس اللي بزاف الحمد لله ديال المتتبعين اللي عيطوا لي وكان عندهم بدا ما يديروا الوكاله لواحد وتقوا فيا وداروا لي الوكاله والله كنشكركم بزاف يعني حيت بصح الوكاله خوت فيها مشاكل رغم ان ماشي كاين شي ناس مكبر الحجم ديالها راه صعيبه مشاكل لا خويا ما صعيباش حاجه واحده راه ممكن تبيع لك الساب ودير معاه كرطونه بلا وكاله وهذاك الشهير يمشي مثلا من الفاس من طنجة من الشمال ولا الجنوب مو يتحرك بديك السياره يشدو رادار يجيك بروسي بلا وكاله يجيك بروسي الاخ بلا وكاله عيب الكارطونه وباقى الكارط غريز بسميتك لا دار بروسي غيجيك مخالفه بلا وكاله غير الوكاله شنو اللي كيخاف منها الوكاله هو كتعطيك الترولي واحد المده طويله كارط غريز عطيك الترولي مده ديال شهر هذا هو الفرق فاذا فاش غدير الوكاله الاخ الكريم شي واحد انت كتعرف طبعا لما ندير انا ما كنقول لك التزمش على الناس انا كنهضر على شخصي فالا درتي لي الوكاله شكرا حيت بصح عندي محل الحمد لله كنحطها في امان الله وحفظه وتلا تواصلتي كتواصل معايا كشركه يعني انا ندير لك هذه الخدمه ديال الا جاك بروسي انا نحيدو لك ان شاء الله هذه في حاله ما وكتجي بعد الاخوه لكن اللي انا شريت من عنده وبعت لواحد الاخ وهذاك السيد هو غادي في الطريق باش يترتب الامور ديالو مثلا شدو رادار ب 65 ولا 67 يجي البروسي داك السيد الاخر هذاك السيد كيصيفطو لي كنصيفطو انا للسيد الاخر تيحيدو الحمد لله فهي مساله غير ديال الرادار ماشي الموضوع خطير بزاف لواحد الدرجه اللي كيتخوفوا منها بعض الاخوه ولكن تتبقى ديك المساله ديال انسان مزيان يحتار كاين اللي كيقول لك انا ما عنديش حتى الوقت نمشي نحيد داك البروسي واخويا الحياه هي هذه شحال دير مع تبيع سيارتك وضروري خصك تنازل شويه باش تبيع سيارتك والا ما تبيعش واخا ما ديرش وكاله ما ديرش كرطون ما تبيعش كاع فالحمد لله بعض الناس يعني كيقول لك صافي اللهم انت يعني الحمد لله ارتاحينا لك والمحال مع الطوموبيل مع التحايل كاين شي ناس بيعوا شرايا ما عندهمش محل كيشري غير طوموبيل وحده ولا جوج كيبقى يرول لي النافيط يسافر فواحد النهار كيجيب لك البروسي
ولكن اللي عنده سيارة واحدة تيديرو كالا و تيخليها تيعكز يخلص ديك المصاريف ديال 2000 درهم ولا 1500 درهم ديال التسجيل تيعكز و تيبقى يولي في سميتك. فانت خصك تعرف لمن دير وكالة. هذا هو اللي تنقول لك، فخصك تعرف لمن دير وكالة وما فيها باس. طلبتي له التزام من هو وكالة، إذا لك التزام ريح راسك. وهذا ما كان الخوت، وتنعتذروا على يوم الحد، راه حنا ما تنخدموش. واي موضوع استشرتوا عليه ولا كتبتوا عليه شي تعليق ان شاء الله مفيد راه غنجاوبوا عليه ونفيدكم. ولا السياره اللي كاينه للبيع ان شاء الله خذوا الرقم ديالي من تما، ارسلوا لي التصاور. هذا الطوموبيل تكون نقيه الله يجزيكم بخير، اللي هي ديبلاس عندكم تجي ما كاينش مشكل. واللي جا عندي هنا مرحبا به عاوتاني غيشوف. واللي مو مفراش من فراري، وحنا غادي الحمد لله غادي في علاقه. تقلب من جهتك الاخ الكريم، وانا راه قادي صوالحي تنقلب من جهتي، فما عندكش مشكل. حتى لزمك تسناني ولا تلزمك نقول لك لا نبيع، بالعكس مرحبا بك فيما ارتاح قلبك. يكفيني هاد دعاء، يكفيني انك تستافد معنا، ويكفي انك تشرفنا في القناه ديالنا. هذا يكفينا كاملين المغاربه فيما كنتوا اخر فيما كنتوا في جميع الارض كامله، خارج الارض وخارج الوطن وداخلها، فيما كنتوا مرحبا بكم. وتنحيي جميع الناس اللي هما تواصلوا معايا، وتنشكروا الناس اللي بعنا لهم ولا اللي باعوا لنا ولا الناس اللي داروا لنا وكالات وتقوا فينا. والناس اللي كنشكروا الناس اللي جاوا زارونا في المحل وما لقاونيش، يعني بحكم المحل تيتسد اللي فيه الطوموبيلات الداخل، تيبقاو شي طوموبيلات برا البيرو ما تيكون ما تنكونش انا. وما مرحبا يعني اللي جا من بعيد ولا هذا مرحبا به، راه حنا نستقبلوه. ولكن نهار الحد ما تنكونوش الخوت. وبالنسبه للاجراء ديال البيع والشراء كما قلت لكم، انا بوحدي خصني نشوف السياره باش نخلصها ونعاينها ونفحصها مزيان، تيطمئن عليها القلب ديالي، تنحطها في المحل ديالي، الدراري تيتكلفوا بالبيع ديالها. فالاهم حاجه اللي تركز عليها هو خصني بدايه نشري انا، يعني انا اللي غنشوف. فحتى السياره نسلها، واخا يتواصل معك الدراري راه بعد كيحولوا لي انا، واي واتساب رسلتي فيه راه تيوصلني. وعاولا وصلك الرجل معطل اللي تنطلبوا السماحه، وتنقول لكم تعاملوا معنا دقه بدقه وشجعونا وشجعتونا، شكرا بزاف والله الا شجعتونا بالله، يعني تعاونتوا معنا وشجعتونا. وبغيت نطور بصح هذا المفهوم ديال التجاره اللي فيه الخوف. والناس اللي لاحظت انا شي حالات كيجيو عندي هنا اللي باغي مسكين يشري السياره كانه باغي يتزوج، وربما اكثر. وانا كنعرف الزواج اللي كيتعطلوا فيه الناس بزاف كيبغي مهله وكيقلب ويشم ويتشاور ويسول. الطوموبيل اخويا جاي عندي تشريها بجوج دقائق، ما تسولش كاع والله، ما تسول اللي كاين غتشوفه، ما تخافش. انا لاحظت هذه المساله، بغينا نعالجوا هذه القضيه اخويا. اش تخاف اخويا من السياره؟ صافي باغي ما خايف من الكسيده ما تشريهاش ان شاء الله، من عنده طول ضحيم وكيتحمل المسؤوليه ديالو. هذا عبد ربي لو لقيت الطوموبيل فيها الكسيده ما تحتاج تخلع، رجعها. هذه لا قدر الله كاع حنا ما شفناهاش، رجعها وخذ فلوسك. راه طرات لي مره وحده في حياتي كامله طوموبيل، ولا جوج واقيلا، جوج مرات. و الاولى شريتها وما عقدتش، بعتها للسيد. ملي مشي ماشي بعتها يا لا، ملي مشى لا فيزيت ما دارش معايا لا فيزيت، مشى مجروح دار لا فيزيت بوحدو. قال لي راه الطوموبيل فيها كسيده. قلت له مرحبا ردا. قال لي ودابا، قلت له انا مشيت لمراكش الطوموبيل عندك نهار الجمعه، قلت له عندك السبت والحد رولي كيما بغيتي حتى الاثنين ان شاء الله، ردها لي وخذ فلوسك. ما تخبط ارتاح. هو قال لي بصح كون عاد بالو نجادل معاه، ما كاينش الجدال اخي. ملي تلقى الطوموبيل شريتيها من عند طوط رحيم وفيها كسيده ما تخلعش، ردها للمحل، خذ اسبيس ديالك، حتى لا فيزيت ديالك تاخذها، حتى الكرطونه باش خلصتي 50 درهم 20 درهم تاخذها، ما دياش ولا العيب في الوراق ولا هادي، ما هم الروتوش كدا، هادي راه ضروري. راه ما كنلقاوش الطوموبيل لا ميزون، راه لا ميزون اللي كيعطيه جديد المستعمل ضروري، ما غتلقى فيه اصلاح هنا اصلاح هنا، شي تويشيات ولا شي حاجه راه كنبينوهم. واللي ما بانش لينا الله اعلم، يعني راه حنا نشوفوا. فالاغلبيه لا ميكانيك موتور، هادشي راه الحمد لله تنحاولوا نوفروا فيه الجوده، طولة تكون مزيانة، تركب على الطوموبيل تكون مهيبة الطوموبيل مزيان، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم، هادشي اللي كنقولو. فما عليكم إلا تصبروا معنا، كما الكليان ملي تبدا نصور الفيديو ما تيصبروش علينا. أنا جاي ولدي بلاتي، وتحياتي لكم وبصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعوا معنا، كان معكم مطول برحيم وفق نطرة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.